تقول ايه النهارده؟ بطولة غالية، سمعنا جماهير النادي الاهلي بتقول لك يا وش السعد. الحقيقة كل الصفقات اللي انت رهنت عليها ومضيت معاها، ويمكن ابرزهم النهارده بنتكلم عن فرناندو مونزو، الحقيقة موسم ناجح جدا، والنهارده ثلاثية بالبطولة الافريقية. تقول ايه عن هذا الانجاز؟ اول حاجة نحمد ربنا ونشكر فضله على اللي احنا وصلنا له. خالد العودي ده واحد في منظومة النادي الاهلي، وده لازم هنقول كده كل مرة والناس تكون فاهمة. هي منظومة ليها مجلس ادارة بياخد قرارات، وبياخد قرارات في الاتجاه السليم. احنا بننفذ مع الناس الافاضل، الجهاز الفني المحترم اللي ناس كتيرة اتكلمت عليه، واول مرة اقولها بصراحة شديدة، على خواجة جاي، لكابتن عبد اللطيف، لكابتن محمد، لكابتن حسيني، لكل جهاز جديد. بس بجد الحمد لله رهنت على جهاز محترم، ورهنت على ناس قدرت تاخد النادي الاهلي في اتجاه تاني. وبقول لهم النهارده مبروك، مكسب ده ليكوا قبل ما يكون النادي المكسب ده ليهم، بالذات الثلاثه سكان الحسيني او محمد سيد او عبد اللطيف، فعلا اللي تعبوا. بشكر اللعيبه الرجاله جدا جدا جدا، وبقول لهم الف يوم مبروك. ولسه عندنا بطوله مضطرين، احنا عندنا بطوله بعتبرها 40 ساعه. بقول لهم شدوا حيلكم، بتفرحوا الجماهير. احلى حاجه النهارده جمهور رجال الصاله ملى الصاله، ده احلى حاجه عندنا. بقول لهم مبروك لينا ومبروك ليكم، ودايما في ظهرنا، لان احنا من النادي الاهلي وجماهيره في ظهره هيفضل رقم واحد، ودي اهم حاجه عندنا في الموضوع. مبروك مبروك مبروك، وبحمد ربنا واشكر فضله تاني على النعمه اللي ربنا اكرمنا بيها، ان انا عندي ناس فعلا على قد المسؤوليه رجاله شايلين ده على اكتافهم. بقول لهم ان شاء الله في المستقبل القريب جدا هيكون في حاجات كتيره جدا. مجهود كبير يا كابتن خالد، يمكن ما بقالكش كام ساعه في القاهره، صممت ان انت تكون موجود النهارده علشان تحضر النهائي وترفع الكاس مع النادي الاهلي. المجهود ده ناس كتير جدا بتشيد بيه، اكيد اكيد شايف مجهودك، ويمكن بتجني ثمار هذا المجهود. تقول ايه عن فكره ان اي شخص بيكون موجود في منظومه النادي الاهلي هو ده بيكون قدره ودي مسؤوليه؟ نجاح النادي الاهلي في منظومه النادي الاهلي، الاشخاص تختلف والنجاح يستمر. من اول ما اتخلق النادي ده كده الاشخاص بتختلف بتتغير، وخلي بالك النجاح ده مش جاي من النهارده، النجاح جاي بتبني على كل اللي قبليك. بشكر كل المديرين النشاط اللي قبليا، بشكر كل الناس اللي شغاله قبليا، وبقول لهم ده نجاحكم، وده مش نجاح انا، ده نجاحنا كلنا. واكيد كله فرحان وسعيد بفرقه الطايره النهارده، وان شاء الله ربنا يكلل المجهود بتاعهم. عندهم كاس مصر، بقول لهم شد حيلكم وربنا يوفقكم باذن الله، دي اهم حاجه عندنا. نورتنا وشرفتنا يا كابتن خالد، الف مبروك.